أهلا بكم، بنكمل مع بعض دراسة يونت 2 في منهج كونكت 3 لتالتة ابتدائي. النهاردة الليسن 2 ده هنتعلم فيه أجزاء الجسم، بس خلينا نسمع الكلمات دي من الأوديو. Listen and say the body parts. Body parts، أجزاء جسمنا. Mouth. Okay. Mouth. ناخد بالنا من الثاء. ماوث. Mouth. اوكي. Eye. Eye. اي. Eye. Arm. 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 Nose. 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 Foot. Foot. فوت Foot. فوت لقدم واحدة. Leg. leg صوت Leg. الرجل كلها. Leg. Leg. Eye. 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 كرر كلمة تاني. Nose. 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 Mouth. 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 Ear. 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 Hand. مش موجودة. Okay. Hand. 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 Sing. Okay. هنسمع السونج and sing، بس خلينا نعرف الكلمات دي تاني. Parts of the body، أو زي ما هو قال لنا body parts. الكلمتين صح، يا إما أقول parts of the body أو أبدأ بالجزء الأخير body parts. الاتنين صح. خلينا نقرأهم مع بعض تاني ونشوف الحاجات اللي هو ما قالهاش. eye eye mouth. Oh. Okay, you can repeat after me. Mouth. 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 اللي هو فم، ولازم يعني أأكد على نطق الثاء هنا، لأن لو نطقتها إحنا زي ما قلنا قبل كده إن إحنا ما بنقولش الثاء في العربي، ممكن نقلبها صوت حرف الإس، فطبعا المعنى هيتغير خالص. ماوس بالإس دي معناها فور، لكن ماوث اللي هو الفم. نوز. Nose. nose Nose. اللي هو أنف. stomach. Stomach. stomach Stomach. اللي هي المعدة. heart. Heart. heart Heart. ما يخدعنيش إن في إي قبل الإي وأكسرها وأقول hurt مثلا، لأن عندنا كلمة تانية hurt معناه يؤذي اللي هي بحرف اليو، لكن heart اللي هو القلب. heart لازم أفتحها. skin. Skin. skin Skin. اللي هي بشرة أو جلد الإنسان. نكمل. bone. Bone. bone Bone. اللي هي العظمة. عظمة. أوكي. الكلمة دي رجل، مش سوري، بلاش نخلط ما بين كلمة رجل في العربي، خلينا القدم لأن هو الجزء بس اللي بيدخل جوه الشوز ده بنقول عليه قدم. فوت. Foot. فوت. Foot. إيه، وعايز أقول لك ملحوظة بس صغيرة. إحنا في اليونت اللي فاتت خدنا في درس الفونكس كان صوت اللي هو صوت الإي، فاكرة؟ Yes. كان في أكتر من حروف بتديني نفس الصوت، فاكرهم إيه الحروف اللي بتديني إي؟ Yes. إيه هما؟ الحروف تديني الاي برافو، والاي اي برافو عليك. ثواني أقلب الإنجليش. الإي إي بيديني صوت الإي، والإي إي فعلا، برافو عليك. يعني عندي حروف مختلفة بتديني نفس الصوت. طيب خدي بالك في الكلمة دي بتاعت اللي هي فوت، لا ده احنا عندنا الاو او تديني اصوات مختلفة. يعني مثلا ده اول صوت هتقابلنا فوت او لايك بوك،
ده صوت، أوكي؟ في صوت مختلف هيقابلنا برضو اللي هي كلمة فود. فود هنا أنا قلتها أو مش أه، مش زي كلمة فوت، أوكي؟ يبقى عندنا نفس الحروف بتديني أصوات مختلفة. أول صوت مثلا اللي هو الفوت، ممكن زي كده كلمة كمان بوك نفس الصوت، أوكي؟ أما فود اللي هو الطعام ده صوت مختلف، وفي صوت كمان هنشوفه برضو في نفس الدرس اللي هو ده. الكلمة دي اسمها ايه؟ تعرف تنطقيها؟ مود لا، ده صوت تالت بقى، لا شبه الفوت فوت لايك بوك، ولا شبه الفود، دي صوتها اه بلاد. اه بلاد يعني، فاحنا لما بنحفظ الكلمة بنحفظ نطقها الصح. عايز اقولك يعني ان انت ما يعني مش عشان مثلا الكلمة دي شبه كلمة فود فانا اقولها فوت، لا غلط. وكل كلمة دي على الرغم ان هما نفس الحروف ولكن الصوت نفسه مختلف، نفس الحروف او او بيديني 3 اصوات مختلفين، فوت فود بلاد. شفتي؟ فدروس الفونكس او الفوناتكس عموما الصوتيات يعني بيبقى مهمة جدا عشان تخليني اقدر اقرا مظبوط. طب نرجع تاني معلش عشان ما تنطقهاش غلط، فوت 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 دي احنا خدناها بقى اللي هي اي فيت، فيت اللي هي الاقدام بقى اكتر، الجمع بتاع الكلمة دي، دي المفرد وده الجمع بتاعها فيت. فيت إيه ساق بقى اللي احنا بنقولها بالعربي الرجل، الرجل بحالها كلها دي بنقول عليها لج لج لج. لج طيب عندنا كمان سوري ثواني، اوكي هاند هاند اللي هو كف ايدينا، الكف ده لحد كده اول بعد الايد هنا الجزء ده بنسميه هاند، ولكن طول الذراع كله او الدراع كله كاملا بنقول عليه arm arm arm. arm طيب خلينا دلوقتي خلينا ال body parts او parts of the body، عندي song لها خلينا نسمعها وبعد كده نبدأ نقرأ الكلمات مع بعضنا. اوكي بنكمل كلمات وعندنا extra vocabulary كلمات زيادة، وعندنا الـ OO منتشرة جدا في الدرس النهاردة. ادي صوت التالت اللي احنا قلنا عليه من شوية blood، blood اللي هو دم، blood الـ A OO تنطق A بلا blood. move يتحرك move. food ده الصوت الأولاني اللي هو الـ O food Food اللي هو طعم. body today. body اللي هو جسم. آه طيب عندنا وصلنا لل conjugation of verbs تصريف الأفعال، ودي أفعال اللي عندنا النهاردة regular verbs أفعال منتظمة بجيب الماضي أو التصريف الثاني أو second form of the verb عن طريق بس إن أنا بزود له إيدي. عندنا protect protect يحمي protected. Protected. Excellent. Digest اللي هو يهضم. Digested Digested. اللي هو هضم الأكل يعني نهضم الأكل. Pump يضخ. Pump. Pumped.
بامبد. اوكي، ده ضخ، بيتكلم على القلب يعني وضخ الدم. طيب خلينا نكمل، عندي كويز صغير كده المفروض انت تبقي تعمليه في الهوم ورك عشان يتأكد ان احنا حفظنا البادي بارتس اور بارتس اوف ذا بادي. بيشاور لنا، انا حتى الاسهم مش واضحة قوي، على اجزاء الجسم، المفروض في كل مكان او كل ليبل من دولت بنحط اسم ال parts of the body جنبها، تعمليها في الهوم وورك. طيب جزء اللانجويج يعني جرامر بيقول لنا النهارده هنتعلم talking about the body parts، الحديث او الكلام عن اجزاء جسمنا. مدينا two structures او جملتين، لازم يعني نعمل جمل زيها كتير، وطبعا احنا لسه صغيرين قوي ما دخلناش في الجرامر، فالمفروض ان الجملتين بما اني بتكلم عن facts حقائق يبقى اكيد الجملتين بتوعي في زمن ال present simple. طبعا مش موضوعنا احنا، انت هتحفظي ال structure تركيبة الجملة دي زي ما هي كده وتعملي جمل شبهها كتير. أول جملة، لو أنا عايز أشاور على the part of the body، جزء في جسمي، فبقول this is my، هذا يكون my ايه، وبعد كده احط عضو الجسم اللي انا بحكي عنه او بتكلم عنه. زي هنا مديني امثله كتير اهو، this is my heart مثلا، this is my skin بشرتي او جلدي، this is my bone العظم، عظمايه مثلا او عظمي، this is my stomach. طيب دي جملة أولى أو الاستراكشر الأولاني. الجملة الثانية بكمل بما إني بعرفك أو بقدم لك my part body مثلا، بكمل وبوصف لك جزء أو العضو ده بيعمل إيه، فبشير للعضو ده بضمير it، وبعد كده قال لك الفيرب اللي عندك هتحطيه يا إما في الانفينيتيف، ده في حالة إن هو مفرد طبعا، it دايما يبقى فيرب في الانفينيتيف منضاف له اس أو اس، لأن it بتستخدم أو بالتركيبة بتاعتها كده. لو بتكلم على حاجة جمع بيبقى شكل تاني. هو عموما ده زمن اسمه الـ present simple tense. طيب عشان كده it هتلاقي الـ verbs كلها محطوط لها s. فمثلا لو أنا بقدم لك my heart فبقول لك it pumps blood to my body، القلب ده يعني بيضخ الدم لجسمي. لو بنتكلم عن السكين هقول لك it protects my body، بيحمي الجلد طبعا، بيحمي الجسم بيغلفه. لو بنتكلم عن البون العظم او العظمية هقول لك it helps me move، بتساعدني اني اتحرك. لو بنتكلم عن الستومك هقول لك it digests food، بتهضم الطعام. يبقى كده اتكلمنا عن أجزاء مختلفة من جسمنا. الإكزامبل اللي هو مديهولنا بيقول لنا this is my heart، هذا يكون قلبي، it pumps blood to my body، بيضخ الدم لجسمي. طيب يبقى عرفنا أول حاجة في جزء الجرامر بتاعنا إن إحنا نتكلم عن ال body parts ووظائفها. تاني جزء بيقول لك asking about body parts function، لو أنا بقى عايز أسألك عن وظيفة كل عضو في الجسم، فبعمل سؤال بالتركيبة دي برضو، سؤالي في زمن الـ present simple بقول لك what does my، وبحط اسم العضو هنا do، ماذا يفعل العضو ده، what does my something أو the body parts do، بيعمل إيه. زي المثال اللي البنت هنا بتقول what does my heart do، ماذا قلبي يفعل، What does my heart do؟ فرد عليها وقال لها إيه؟ It pumps blood to my body، بيضخ الدم لجسمي. طيب بيقول لنا حتى كمان، افتكري أو remember إن إحنا عشان أجيب الجمع في الإنجليش في طريقتين، في أحيانا بنقول regular plural الجمع المنتظم اللي هو العادي اللي بعمله ان انا بزود اس للاسم المفرد وخلاص، زي هنا مثلا دي عين واحدة فبقول one eye، عين واحدة، اكتر من one في الانجليش بيبقى جمع او بيبقى plural، فعشان كده هنا لو هشاور على العينين دول فاقول
two eyes. ده الجمع المنتظم، إن أنا بزود للاسم المفرد اس وخلاص. أمثلة كتير مثلا apple apples، مثلا leg legs، وهكذا. طيب في جمع تاني بنقول عليه irregular plural، الجمع غير المنتظم، ده اللي لازم أحفظه لأنه ملوش قاعدة. زي مثلا من الكلمات اللي احنا أخدناها كلمة foot جمعها feet، ما فيهاش اس خالص، الحرفين اللي في النص اتغيروا تماما. one foot two feet، قدم واحدة قدمين. طيب خلينا نحل مع بعض الكويز الصغير ده. وبيقول لك هنا circle the correct answer. Can you read for me and try to choose the correct answer؟ أنا معاكي. Number one. My skin protects my body. Excellent. Okay. Protects my body يعني بيحمي جسمي. Number two. What does your heart do? اوكي انت نزلت على نمبر 3 but it's okay. طبعا السؤال انا بسأل عن الفانكشن او وظيفة العضو والجسم، وال what does your heart do. اوكي this is number 3. خلينا نقول number 2. This my stomach. This is my بما ان stomach. this ده اسم إشارة للمفرد، اقول لك هذا this، دايما بما انه مفرد يبقى هياخد is. This is my heart. This is my pencil مثلا. Number four. My heart pumps blood. Excellent. Pumps عشان الاسم اللي هنا أو فاعل الجملة مفرد، يبقى لازم الفيرب بتاعي زي ما حفظنا في الاستراكشر فوق يكون منضاف له اس، يبقى pumps blood، بيضخ الدم. ماشي clear and go down. في جزء الـ writing corner ده مهم جدا نحفظ الكلمات ديت، وطبعا الـ lines أو الـ four lines بتوعنا أصلا ممسوحين في النسخة دي، فمعلش نحاول نكتبه في النوت بوك على الـ four lines عشان نظبط خطنا. طبعا دي الكلمات اللي احنا قريناها من شوية. طيب وصلنا للـ activities على listen to. طبعا هنا بيعلمنا الجزء ده هيبقى في الـ homework طبعا، بس خلينا نحل مع بعض سؤالي اللي choose ده. Okay, can you read and choose the correct answer? Number one. I have 2 feet. Excellent. Okay, 2 feet. أكيد ما عنديش 2 head، راسين، ولا 2 nose. Okay, number two. وطبعا الكلمة الوحيدة في الاختيارات الجمع هي feet. ماشي. Number two, digests food. My digest food Me. stomach. My My. stomach digests food. Okay. My stomach digests food. Okay. Number three. My skin protects my body. Excellent, bravo. Number four. My heart pumps blood to my body. Excellent. Okay, number five. Bones. Bones help you. Us ده اللي هو we، ولكن لما يكون مفعول به. Bones help us، العظام تساعدنا، اللي هي دي equal we، نحن يعني، ولكن لما بتكون الضمير ده في مكان المفعول به فبنقلبه إلى us. بيساعدنا إيه؟ البونز بتساعدنا نعمل إيه؟ Move. move. excellent، أن نتحرك. okay last one number six. What does your stomach do? It digests food. excellent. okay what does. okay كده خلص درسنا النهاردة، شكرا ليكم. أنت